الجنوب زي ما قالوا لنا طالعين ومش عارفين وين رايحين. الوضع صعب طبعا، بطلنا ننتج صعوبات، ما في خبز، ما في ميه، ما في اي شيء، حتى ميه مالحه مش موجوده، فطلعنا بصعوبات، الدبات قدامنا، جثه مقطعه طول الطريق، جثه مقطعه، رعب للاطفال، كثير 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 وضع مرعب. الشي دخلنا شارع 10 ورفعنا ايدينا ودخلنا توكلنا على الله. تشهدنا يا اخو وتفاوضت وهي ماشيه. اجينا من جبالي يابا والمشي من جبالي لها انا هي عندنا 3 ساعات ومكسور بمشيش وابني زق في من جبالي لها انا. الساعة 6 الصبح مشينا هامشي وشفنا الدور وشفنا الميتين والله يوريك الناس مقطعة على الأرض والدبابات يعني شايفناهم في عينينا واليهود شايفينهم في عينينا يعني بيننا وبينهم شارع. من غزة والله. من وين بالضبط؟ من مدرسة تل الهوى. أخليته كيف؟ احكي لي عن رحلة الإخلاء من هناك لهنا. والله مرقنا رفعنا دينا هيك دعمنا راي ورفعنا هويتنا ومرقنا.